مكبوت 14 سينطلق إلى كوكب الأمامير. مكبوت 14. أهم حاجة الصاروخ مش زحريق زفريت، المهم إن إحنا ماشيين. أكمل لك بقى يا ستي. بعد شوية حصلت حاجة غريبة جدا. جم جيش ملك أرامي حاربوا شعب ربنا تاني وحاصروا السامرة. إيه ده؟ هو كل شوية مرة الفلسطينيين ومرة أرام. هو مش أرام ده الملك بتاع قائد اللي كان عنده البرز ده؟ اسمه إيه؟ نعمة؟ نعمة إيه؟ اتنين. امال ايه؟ نعمان. نعمان؟ نعمان السوريان. طب مش قالش شافله نعمان ده؟ صوري لسه قائد الجيش بتاعه راح جه حاصر السامرة. وبعدين؟ بس في حاجة غريبة جدا، وهما جايين حاصروا السامرة ربنا راح قال لإليشع على الخطة اللي جاي يعملها ايه؟ ملك أرام. فراح ايه؟ إليشع قالها الملك ملك شعب ربنا. فعرف الخطة ايه؟ قفل عليهم السكة. فاستغرب ملك أرام قوي. راح عمل خطة تانية يجي من الناحية التانية. راح ايه ربنا قال لي إليشع الخطة بتاعت ملك أرام. فراح إليشع على الملك إسرائيل. فقفل عليهم السكة. اتجنن الملك أرام بقى. عرفوا منين؟ قالك في جاسوس. راح نادي القادة بتوع الجيش بتوعه، تعالوا هنا، مين الجاسوس اللي في وسطنا؟ مين كل ما عمل خطة يجي شعب ربنا يعرفها؟ بيعرفوا ازاي كده؟ مش عارفين إن ربنا شاف كل حاجة. ما يعرفش، مش فاهم كده. فراح ايه واحد من العساكر قال له أنا عاوز أقول لك على حاجة. في راجل في جي في شعب ربنا اسمه إليشع. انا كنت عرفته ازاي؟ انا كنت مع نعمان السورياني لما راح وشفت بعناية نعمان السورياني ازاي خفف الراجل ده وخففه. الراجل ده في حاجه، هو الراجل ده السبب، بيقول لهم على الاسرار بتاعتنا. هما لسه فاهمين مين السبب؟ اللي هو إليشع. اللي هو فاكرين إليشع السبب يعني. لكن ايه؟ قالك خالص إليشع نجيب الدجيش، روحوا بالجيش حصروا الايه القريه اللي عايش فيها ايه إليشع. فالقريه اللي عايش فيها إليشع قريه صغيره اسمها دوثان. دوثان دوثان نعمان ودوثان ولبان ولبان وحمان وماشي. بس فايه اسمها دوثان. راح لخالد الزهلاوي جيش بقى، جاب الجيش كله وحاصروا دوثان دي. بس الصبح بقى ايه؟ الصبح بدري، كانوا بالليل وحصروها. الصبح بدري بيصحى بقى جحزي وعمال بقى يتمطع بقى. الجحزي ده الغلام بتاع إليشع؟ فبيتمطع. في ايه؟ ودنه اتخرمت. ايه اللي حصل؟ لقى ايه؟ لقى جيوش كتيره 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 كتيره. اتخض بقى يعني؟ اتخض كتير قوي. وبعد؟ فقال له الحق يا رجل الله، الحق يا عم إليشع، الدنيا خربت حوالينا والجيوش كلها جت حاربنا. ايوه دوسان دي قريه ما فيهاش حد، قريه صغيره كده. فراح ايه؟ إليشع قال له يا رب افتح عينين الغلام عشان يشوف. فالغلام يقول له اشوف اكتر من اللي انا شايفه. هو بيبص كده شاف بقى على الجبل من الناحيه الثانيه جيش من ملائكة ربنا. راح ايه إليشع راح وقف كده وقال يا رب من فضلك اضربهم بالعمى. هوب او او كل الجيش بتاع ملك أرام ما بقوش شايفين. كلهم فات واحد. فراح مسكهم من ايديهم، تعالوا تعالوا انا هوديكم انتوا رايحين لمين، تعالوا انا عارف انتوا رايحين لمين. راح خدهم دخلهم في وسط السامرة. هوب يا رب افتح عليهم. فتحوا عليهم لقوا نفسهم في وسط السامرة، الجيش كله في وسط السامرة. راح الملك بتاع إسرائيل قال له ايه؟ اموتهم اضربهم؟ قال لا لا تموت ايه؟ تعالى تعلمهم، اقعدوا على الترابيزات واكلهم. اكلهم؟ وراح عمل لهم وليمه كبيره قوي قوي، قعدوا ياكلوا وقال لهم يلا اتفضلوا مع السلامه. هو كان عارف الايه بتاعت ان جاع عدوك فاطعمه؟ هي ما هو ربنا نفسه، هو ربنا بتاع العهد القديم، هو نفس ربنا بتاع العهد الجديد. فقال له اكلهم اكلهم. طب ده عدوك، اكلهم وماشي. بيقول الكتاب ما جوش جيش ملك أرام تاني يحاربوا شعب ربنا. طبعا ما راحوش لقوا الخير بعد ما كانوا قاصدين شر. اكتبي دي عشان دي ما عملهاش إليا. ايوه فعلا. ياه إليشع ده حلو قوي. لو حابين تعرفوا اكتر عن قصتنا النهارده هتلاقوها في الكتاب المقدس في الشاهد اللي قدامكم على الشاشه. اذا كان عندك اي سؤال او استفسار ابعت لنا على الايميل ده. We'll be right back.
حوت 14.